مو كل واحد الله رازقه اسره مستقره، واحد الله رازقه اسره مرتاح من عندها نفسيا، واحد لا والله بالعكس اسرته خالقت له مشاكل لا سمح الله. فتجي للحياه تلقى المرض وتلقى الفقر وتلقى الصراع على الدنيا وتلقى الحسد وتلقى البغضاء وتلقى الافتراء، كل ده مو دار سلام ابدا، مو دار سلام، لان دار السلام اللي ما بيها شيء يقلقك او يؤذيك.